عناصر الجيش الحر بعد اغتنام اللواء 138 وتدمير القضاء على من فيه. الله اكبر، هذه بعض الغنائم. الله اكبر. طريق يا شباب، يا شباب الله من عظيمك يا قلبي. طبيضهم برا، لنا برا. يلا يا اخواني، يلا يا اخواني، يلا. لا ينطفي ضوء. عناصر الجيش الحر في نقل الغنائم بعد تدمير اللواء 138 والقضاء على ما فيه. الله اكبر، الله اكبر. غنائم لا تعد ولا تحصى. غنائم اللواء 133 بعد محامي وقضاء على مسيه واغتنام جميع الاسلحه والذخائر. الله اكبر، الله اكبر. عناصر اللواء فلوس حوران والجيش الحر. يا شباب يا عيد يا عيد يا عيد يا الله خليفة 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 نحلي ضربة سون بعيدة بعيدة زعيم فهم لو قلت لك ضربة هنا شايف ما يبرد الخارج بعيد 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 يلا في أربع كلام في أربع كلام يا شباب ما في السيارات سيارات يا شباب السيارة اللي بدنا طلعوني يا في أربع كلام يا شباب يلا يا شباب يا ابو هادي المغادرات بالعرب يلا 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 يا شباب ما شاء الله اليوم يا شباب لا احد يوقف في جهل الا جماعه يلا يلا يا شباب ما شاء الله السياره الخاصه تمشي يا شباب تشيل السياره الخاصه شباب
وانا بعد. لا ما بعدنا تسمو السياره على الجبهه. اي سياره؟ اي سياره محمد مليان. قال لي خذها على المخبر الاقتحام. اذا فيها انا مليان السياره. كيف انا هون يلا؟ ما عم يقولوا لي على المخبر. لا هذا المخبر. هلا هلا أنا كوع مختار. والله مش غلط إذا بنطلع مقر ثاني، والله مو غلط. إذا كمية كبيرة ولا نعم. بس مقر تكون جاهز مثل هذا. تكون جاهز. ما مضيعك إذا بحط لك ناس هناك، والله ما بخليه بالمرة يجرب. بس بالقرية بعد.